خلينا نقول هربوا سوا. ياو. أيوة. يلا أنا وأنت نعمل نفس الشيء. أوه. يا حبيبي. وهلا شوف شو رح نعمل سوا ليه؟ إيه سوهان. كانوا مسافرين وعايشين برات البلد. بعدين والد جسور العم حسن إجا على إسطنبول مشان الشغل. بس للأسف تعرض لنوبة قلبية وتوفى. وكانت هاي نقطة تحول كتير مهمة بحياة العائلة. كأنه الأم مرضت بعمر صغير كتير ما هيك؟ لأنه هي تعرضت لوجع كبير وما قدرت تطلع منه. وهلأ جاية هالحلو المتعب ليقلكن. تصبحوا على خير يا بنات يا حلوين. تصبحي على خير شرفي. تصبح على خير يا قلبي انت. يلا يا حبيب قلبي تعال لعند امك. هلأ انا رح فوتك تنام وبعدين رح اروح على عشاء عمل وارجع. والصبح يجي بابا ياخدني؟ ايه اكيد. انت ما رح تبقى هون جسور؟ انا بدي روح مع سوهان لحتى ناكل ونرجع. لا انا ما فيني لازم ارجع على البيت. حتى لو اعترضت أنا رح أخذها غصب. يعني بالزور. إذا هيك خليني أخبر البيت. فضلي. صحتين وهنا. جسور. مرني قبطان عمر. يلا جاي لعندك. يلا تعال لشوف لازم تشلح البوط. برافو يا شاطر. على أساس ما رح تخليها تعرف غير اللي بدك إياه. بس من هلأ عرفت وين بيتك جسور. فهم إنه هي مثل أبوه خطيرة. لا تخافي ابنه. سوهان عمت شو أعمل؟ إذا ما عرفت بتزعل. ألو؟ خليتيني أقلق. ما تردي على تليفونك. لا بس كنت حاططه صامت لا تواخذيني. أنا رح أتأخر شوي. جسور عازمني على العشاء. ايه طيب ماشي صحة وهنا. لكان انت تصرفي دبري القصة من عندك. ايه طيب لا تشيليها. انا رح ضل بهدلك لحتى اعرف شو صار. ايه خلص بقى خلص موتني لحتى ترتاح وتريحني بقى. شو في عندك؟ بروحي ما في شي. العمال عم يتخانقوا بالاسطبل. عم يصرخوا عم يدفشوا بعض. ايه طيب انا بتصل بعدين. طيب حبيبتي انت روحي وانبسطي. فينا نطلع؟ طبعاً. رح أستناكي مرة تانية سوهان. شكراً كتير إليك. إذا خلصت على بكير أنا رح أجي وأنضم لكم. طيب بنحكي مع بعض. يلا بخاطرك. مع السلامة. شوفك. الله معكم. سوهان شو حكيتي مع البيت؟ حكيت. طيب قلتي لهم إنك معي؟ لا. دكتور انت ليش ما عم تخبرنا بالوضع؟ زوجك عنده علم بالام النقله؟ زوجي مفكر رح نجيب طفل انبوب لهيك رحنا على عياده باسطنبول واخذوا مواد الحقن. وكورهان كان مفكر انهم حقنوا المواد فيني بس هن حقنوها بالام النقله. تحسين كورلوداك بده يفرقنا لأني ما بجيب أولاد. ما كان عندي حل غيره. دكتور شو عم تعمل جوا؟ بابا نحن منحب بعض كتير دكتور مشان هيك ما بدي أخسر كورهان بنوب. تحسين بيك اهدى شوي تعا خلينا نقسلك ضغطك. يعني ليش ما عم يخبرنا شي؟ رح نموت من خوفنا. وانت كيف رح تخبي كذبة مثل هاي طول التسع شهور؟ وكيف رح تقولي انك ولدتي؟ ممكن هذا الشيء؟ اذا بيعرف انه في وحدة تانية حامل بالولد بخليها تجهد ورح يفرقنا. لو تعرف قديش هو ظالم وما عنده رحمة. ما انك شايف شو عم يعمل بابنه؟
يعني بده هالحفيد بأي طريقة. يلا اطلع، لا تخليني هبة المشفى على راسك. اطلع طمنا يا دكتور. ما فيني فيدك أبدا. لا اسمع، بترجاك بدي تساعدني. لو سمحت. أنا ما فيني كذب. ليك بعطيك شو ما بدك، مستعدة غرقك بالمصاري. أنا كتير بحاجتك. أنا ما بقدر كذب. لا دكتور، أنا ما بحب ألعب قمار بنوب. دايماً بضمن اللي بلشت فيه، وأنا لما قررت هذا الشي أنا رحت وتحريت عنك يا دكتور وخليتهم يجيبوك لهم. ولا ما فرحت بهيك نقل لما كنت دكتور فاشل ومانك نافع؟ قلي لشوف، قلي فرحت بهالشي ولا لا؟ بعرف إنه القمار خلاك مديون. حتى لو هيك أنا ما بقدر كذب دكتور. ليك أنا جازفت بعمري، جازفت بكل شيء. إذا حكيت رح تموت. شايف الوضع العاجز يلي أنت فيه اليوم، ما بستغرب هالحكي. دكتور قول. دكتور اوعك تقول لي شيء سيء. لا الخبر حلو. يا عيني عليك. ما في اجهاض لهلأ، فلهيك لا تقلقوا. يا يسلم تمك دكتور، اطلب مني شو ما بدك. يعني كل شيء تمام ما هيك؟ البيبي منيح؟ شكلت ندبة صغيرة بالرأس من الضربة، ولهيك اليوم رح خليها تحت المراقبة لحتى نعمل لها فحص عام، وبكرة الصبح فيها ترجع على البيت. الحمد لله، بحبك وبموت فيك. ماشي. الحمد لله على السلامة يا جاهدة، والله خفنا عليك كتير. يا الله شو خفت، مرقت على خير. يا بنتي راح الشر ومش الحال، لا تبكي. خلاص لا تبكي خلاص، الله حماكي كمان انت وحفيدي اللي على الطريق. وينو جوزك؟ وينو هالغبي؟ طلع لبرا يا بيه. خلي يجي لعنده يلا. لكن عملتي تمويه حتى تلحقيني ما هيك؟ لمين هالسيارة؟ سيارتي القديمة، هلأ شيرين عم تسوق. كيف رح ترجعي على البيت بهيك ليلة صعبة؟ مالك شايف الجو؟ أنا ما بتركك. ببقى بالبيت اللي بنيشه.
صحيح رن تليفون المدام جاهدة كتير بس ما رديت. تفضل. بس هذا مو تليفون مرتي. لقيته بالحمام جنب البانيو. مبين انه انت وبانو بتعرفوا بعض من زمان مو؟ كأنه بتعرف كل شي عنكم. أبائنا رفقات من الصغر، يعني نحن كبرنا سوا. وبس اتطلقت صرتوا تحبوا بعضكم؟ لا، من زمان كنا هيك. لما كنا صغار وبعدين نحن سافرنا برات البلد وانتهت هاي القصة. بس طبعاً بانو لهلأ إلى مكان مهم كتير وقيمة كبيرة بحياتي. لاحظت هالشي اليوم، انتو لهلأ مع بعضكم. الاستمرارية أهم شي عندي، وأنا ما بطلع حدا من حياتي بسهولة. وأنا ما بنسى شي بنوب. يعني بتحقد؟ شو رأيك نقول إني ثابت كتير بكرهي وبحبي؟ ومعجب بحالك ما؟ انتي خبريني عن حالك بقى، مين انتي قليلي؟ ما عندي حكي كتير حتى اوصف حالي فيه. يعني قصدك تقولي انا بنت تحسين كورلو داكو بكفي؟ ايه، انا بنت تحسين كورلو داك وكتير متعودة على المعاملة السيئة. قد ما الناس بتكره ابي لهيك لا تقلق، بس طبعا ما ننجرئين لحتى يحكوا هالشي. وأنا بحس بهذا الشي من نظراتهم إلي أو من حديثهم كمان، لأنه على الأغلب ما بيصدقوا. الحقيقة ما حدا بيهتم ليعرف أنا مين بكون. أنا بالنسبة للكل بكون بنته لكورلو داك. بس هذا أبي وأنا بحبه، يعني إذا الناس ما بتحبه فهي مشكلتهم. طيب وأمك؟ أمي؟ تعرف شغلة؟ أنا غالباً كنت أقرب لأبي. أمي كانت هادية كتير، حساسة ومنطوية على حالها، وما كانت تتدخل بأي شيء. دائماً كنا نحس بحبها لإلنا بس ما كنا نسمع صوتها كتير. بدي تكتبولي رسائل باي. كنا مدرسة داخلية، أمي بدها هيك. كنا نجي على البيت بنهاية كل أسبوع وبس، نجي يومين. كنا نشوف أمي بهدول اليومين، بس بابا كان يجي على المدرسة حتى يزورنا ويعملها مفاجأة. كان يجيب لنا أكل ويجيب هدايا لكل أولاد المدرسة. كان يضل ينظم أنشطة ويعمل عروض كمان. كلي هلأ بيبردوا. وكنت فكر أنه هاي المدرسة إلنا.
كان هو صديقي المفضل. كورهان بيحب أمي وأنا بحب أبي. ها هي اتصل على السيرة. قالوا نعم بابا. وينك يا بنتي؟ أنا باسطنبول عم فكر ضل هون ونام. أنا مع رفقاتي. طيب ما في داعي تجي بهالطقس، أصلا وضع جاهدة منيح. ليش شبهها جاهدة أبي؟ تحسين بيك؟ أنا ما قلت لها. لك ليش ما قلتي لي من قبل يا غبية؟ بعتولنا تياب نظيفة للنوم وغيارات كمان. إيه صحي وبعتولي موبايل جاهدة معهم. خلص اتفقنا لك كتير منيح. شكرا ريحان خانم. كورهان على الطريق وجايب معه الأغراض. وموبايلي؟ والموبايل معه كمان. مشي الحال. تفضل. شو بدي أقول؟ أنا لازم حط كلمة سر مرة تانية كمان؟ ما في لزوم أبداً، بس سكر وافتح ولحالة بترجع. تصبح على خير. وانت بخير. لك مين هاد؟ كل الاتصالات لنفس الشخص. حموت من كتر القلق. لك إلي ساعات عم اتصل وانت ما عم تردي. وين رحتي يا؟ ألو؟ تفضل. ألو مساء الخير. أنا كورهان. جاهدة ما قدرت ترد على التليفون لهيك اضطريت أني اتصل. فيني أعرف مين أنت؟ وإذا وقع هالتليفون بإيد حدا تاني غيري بتصيري عائشة. أنا عائشة، عائشة الممرضة. أنا بكون مدربة الحمل. كورهان بيك، طمني صاير شي مع المدام؟ لأنه أنا عم أحكي مع جاهدة خان ومنقطع الاتصال، ومن وقتها وأنا عم أتصل فيها وما عم بقدر أوصلها بأي شكل، وما عندي رقم تليفون البيت. لا أبدا ما في مشكلة، لا تقلقي، هي بخير وبعد شوي أكيد رح تحاكيكي. طيب. تصبحي على خير. سهان روحي أنا عن جد منيحة كتير. ما في داعي تقلقي علي أبدا، يعني أنا لازم ارتاح لي شوي مو أكتر. بدي نام، ما بدي شي تاني بنوم. اوعك تجي بالطقس يا بنت. مين في عندك؟ شيرين؟ ما الكل جنبي يا روحي، انت مبسطي مع رفقاتك. ايه طيب الصبح بكير بيجي، ديري بالك على حالك. طيب يا روحي يلا بكرة بشوفك هون. رح أرجع أتصل فيكي. مع السلامة سهان. انت اطمني كتير، اصلا انا رح اسمع دقات قلب حفيدي الوحش وبعدين رح روح على البيت. اتفقنا؟ طيب هاي بوسة إلك وإله. طمني الوضع منيح. عم يقولوا وضعه ممتاز. ليكي إذا بدك فيني وصلك على البيت فورا. ما في داعي للمغامرة بهيك جو. بس أنا مستعد خاطر بحياتي معك.
شيء تمام ما هيك؟ استنى شوي. ديري بالك كتير منيح، رح صير اتفقدك كل شوي. ايه، وإذا احتجتي لأي شي حكيني فورا، ماشي؟ طيب. شو هاد؟ كورهان بيك جابون من البيت للمدام جاهدة. لو سمحت كمال هات هالشنطة، حطها. يسلموا ايديك. ليش ما اجى لهون؟ مو مشكلة عمي، بعدين بيجي، بيكون تعب. منيح، أنا رح ضل برا، بدي اسمع دقات قلبه. وهو هيك. الحمد لله على السلامة جاهدة. الله يسلمك. ألو، وينك أنتي؟ روحي، ممكن تسكري الباب لو سمحتي؟ طيب. ألو، صارت الخناقة لأنها كانت عم تحكي على التليفون بالسر، يعني هذا اللي فهمته من الصريخ، وهلأ عم تحكي بصوت واطي من لما وصل لإيد التليفون. كل مرة بتحكي لي بصير بكره الخانم أكتر. خلصنا بقى. أنا رح أبعت لك الموقع وأنتي تعالي بأسرع وقت. طيب أنتي قديش واثقة بهذا الدكتور؟ واضح أنه اقتنع بالموضوع. أنا قلت له أنك الأم النقلة. إذا هيك ماشي، بس تصلي حاكيني ولا تخلي حدا يشوفك، وانتبهي على الكاميرات. تعي بتاكسي وديري بالك حدا يلحقك. أي طيب طيب، أنا جاية فوراً.